يوم جديد وحلقة يومية جديدة من فن نيوز بلشت هلأ، وحكون معكم على شاشة سما الفضائية لأنه دايماً في أخبار تريند على الساحة الفنية وبتخص المشاهير، فشو تصدرت السوشيال ميديا بال24 ساعة الأخيرة؟ حنعرف فوراً. يسعد أوقاتكم. وأول أخباري من سوريا، فمن بعد ما تردد اسم أمل عرفة كتير بالفترة الأخيرة حول مشاركتها بدور البطولة بمسلسل كسر عظم مع المخرجة رشا شربتجي، أمل عرفة حتكون لحد هالوقت خارج المسلسل لأنها ما توصلت لاتفاق مع الشركة المنتجة بهالمسلسل، وهو بحسب تصريح مخرجته رشا شربتجي حيتناول قصص اجتماعية وحيقدم رائحة الشارع السوري وتفاصيل الوجع يلي بيصير بعد كسر العظم، والقصة بتلقي الضوء على معاناة فئات مختلفة بالمجتمع. أما عن آخر أعمال أمل عرفة فشاركت بمسلسل عازفة الكمان بشخصية ديالة وبعشارية وثيقة شرف بشخصية نوران. ومن عالم المسلسلات رح روح فورا بتاني أخباري لعالم الغناء وللأغاني اللي عم تنطرح ويكون لإلها وقعة بين الجمهور، وغالبا هذا الشيء مو نحنا يلي بنحكم عليه أو منقرره، فنسب الفيوز العالي هي يلي عم بتكون الفيصل. احتفل الفنان العراقي سيف نبيل بوصول أغنية أهياني ل 20 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وظهر سيف برفقة أصدقائه وأخوه أمير نبيل وهن عم يحتفلوا بهالمناسبة بقالب كيك لون ذهبي كتب عليه اسم الأغنية مع رقم 20 مليون. وبالسياق نفسه حصدت أغنية أهياني المرتبة الأولى بتوب أغاني العراق، وبعد الجمهور عم يتفاعل معها بشكل كثير كبير لحد هذا الوقت، فلو فتحنا على يوتيوب حنلاقي الأرقام كل ما عم بتزيد والفيوز كل ما عم يطلع. خلونا نسمع ونرجع لحتى نكمل باقي أخبارنا. يعني من المعروف عنه غير أنه ممثل مبدع بأدوار الكوميديا وكمان بيحمل هاي الروح الحلوة ومواقفه الكوميدية لجو عيلته ورفقاته، وبأوقات كتيرة بيشارك فيها الفولورز على السوشيال ميديا. فمن بعد ما هنى أحمد والده محمد هنيدي بعيد ميلاده ونشر صورة لإلهم عبر ستوري خاصة على إنستغرام على حسابه الخاص فيه كتب عليها كل سنة وأنت طيب يا سبب سعادتي بالحياة. محمد هنيدي ومثل العادة أخذ الصورة ورد على ابنه بشكل كوميدي على طريقة الممثل محمد سعد الملقب باللمبي من فيلم الناظر، وكتب مش فاكر، لحتى يتفاعل المتابعين معهم بشكل كثير كبير وتصير صورتهم تريند على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا محبين هنيدي بكل مرة بيأكدوا من خلال كومنتاتهم عن محبتهم لفنانهم ولروحه المهضومة وقربه من الكل حسب توصيفهم، ونحن بدورنا بدنا نعايد محمد هنيدي ونتمنى له طولة العمر. وختام جولتي لليوم بهوليوود مثل العادة، فعلى ما يبدو انه أديل عم بتمر بأزمة كبيرة كتير خصوصا من بعد إلغاء الحضور بحفل جوائز بريت البريطانية، وبالتفاصيل بعد أديل عم بتفاجئ الجمهور ومنظمي الحفلات بتراجعها عن التزاماتها. فمن بعد ما أعلنت تأجيل حفلاتها بلاس فيغاس وكل شيء بيترتب عليها من خسارات للمنظمين والجمهور يلي حجزوا تذاكر السفر وأيضا تذاكر الحفل، أديل أعلنت عن انسحابها من حفل جوائز بريت وهي جوائز الموسيقى البريطانية، وسببت بهالحالة أزمة للمنظمين. وأديل كانت مرشحة لأربع جوائز بهذا الحفل، وبعض المصادر الصحفية بتقول إن ألغت إقامتها بلاس فيغاس لأنه علاقتها الرومانسية بصديقة ريتش بول عم بتمر بفترة صعبة بسبب التزامات كل واحد منهم بأعماله وبعدهم عن بعض. يعني هي كانت كل أخباري لليوم وجولتي الفنية على ترندات المشاهير وأبرز الأخبار يلي صارت بالساعات القليلة الماضية خلصت. ما ضل مني إلا ودعكم وقلكم إنه في أخبار جديدة يومياً على تلفزيون سما. ضلكم بخير.